طبعا اليوم احبتي بتاريخ 21 اكتوبر 2022. هسه احنا الاكتيفيتي مالت اليوم هي انه ندوس على راس جمرة الساعة بالاربعة بش ونص السعين يا عصرا. عالي، بش السعين يا عالي. طبعا هو حط الصوت مالته حتى يشوف الرياكشن مالته من ينكتل همين، فيعني قلت لك خذ رايدر. بش السعين يا عالي. تدرون احبتي، يعني تدرون انه انا من ارقى الاكتيفيتيز اللي احب اسويها بحياتي هو اني اكتر رايدرات ادوس على روسهم بالقندره. ف this should not be hard at all. شايف هذا المرسوم على الجسم مالته؟ كله بيك اليوم. طبعا من هوبي راح يطب فول فورس فول سبيد. تعرفون شنو فول فورس فول سبيد؟ لنقعد اول شي نستهزئ بالخصم وراها نروح على الخصم ندوس على راسه، ندوس على راس الخصم كالاتي. شفت نسيتها، هاي نسيتها، هاي اللي فاتت. ندوس على الخصم. حمودي لا يا اخوي، شو مركز؟ جاي ندوس على راسه. والله بالقندرة، والله بالقندرة. يا هو أم السنايبر. ابو السهم غير. يا اخوي دقم بيه. اول مره اشوف واحد يبلع الهبيات العاديه، مو التشحنن. ماكو هيك مستوى، ماكو هيك مستوى. والله وربك برانك الجولد مو هيك زمايل. يا اخي يا مات لازم جارد بريك، والله شقيه طيزه. جمرة شو السالفة؟ 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 بس بعد دمي فول، دمي فول. عاد لو ضربني بضربة على الأقل بس شوية قدام العالم يا عماد. غطوه غطوه.